الرحمن الرحيم. أعتقد أنه يعني التبرع بجزء من الدم اليوم هو واجب وطني. جلالة الملك أعطى المثال من نفسه ونحن تأسينا به، ويعني بعد إذنه قررنا أن يكون ذلك في مقر اجتماع رئاسة الحكومة لنساهم مع إخواننا المغاربة في هذه الحملة المباركة التي ستسمح بإنقاذ أرواح، وهذا عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك على مستوى وطننا. وكل أملي هو أن يكون هذا العمل منتظم، لأن الحاجة حاجة مراكز تحقن الدم للدم يعني تكون طول السنة، فمن المفروض أن المواطنين يعني يساهمون باستمرار في هذه الحملة. نحن شعب معطاء على مختلف المجالات، ولم نبخل في يوم من الأيام بشيء، ودماؤنا مستعدون أن نعطيها في سبيل الله للدفاع عن هذا الوطن، وكذلك بطبيعة الحال بهذه الطريقة الطبية لمساندة إخواننا المواطنين. فإذا نشكر جلالة الملك على هذه المبادرة الطيبة، ونحن معه في جميع أمور الخير التي يدعو إليها. شكرا.